أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بانضمام طلبة جدد للأكاديمية العسكرية المصرية. وفي كلمة له أكد الرئيس السيسي خلال تفقده الأكاديمية العسكرية أن الأكاديمية تعمل على تهيئة كل الظروف لإعداد الطلبة في مختلف الجوانب العسكرية والثقافية والفكرية والإنسانية. احنا متعودين يعني يبقى لينا فرصة ان احنا نتكلم معاكم ونشوفكم ونطمن عليكم وكمان نطمنكم. فأبدأ الأول بأن أنا أرحب بالطلبة الجدد، أهلا وسهلا بيكم، كل التقدير والاحترام ليكم لانضمامكم للقوات المسلحة. دي مهمة عظيمة قوي اللي انتم تشاركوا فيها وتبقوا موجودين معانا خلال رحلة كبيرة أو تبدأ من النهاردة في الأكاديمية، ثم إن شاء الله بقيت مراحلها، يعني ربنا يديكم دايما العمر والصحة. بتمنى لكم التوفيق. أنا عارف إن الفترة الأولانية بتبقى فترة صعبة بين حياة كنا متعودين عليها كلنا في الحياة المدنية، ثم شكل آخر إحنا بنبتدي نتعود عليه هنا. زي ما انتوا شفتوا كده احنا بنبدأ يومنا الساعة تقريبا 5 الصبح، لكن ده طبعا في إطار ان احنا يعني بنعد انسان، مش بس انسان مقاتل الحقيقة، احنا بنعد انسان من كافة الوجوه، من ناحية العلمية، من ناحية الثقافية، من ناحية الفكرية، من ناحية الإنسانية، وكمان من الناحية العسكرية. كتير مننا ما يعرفش ان البناء اللي بيتبني هنا في الأكاديمية هو بناء متكامل للشخصية اللي هي بيتم استقبالها ثم إعدادها عشان تنضم للقوات المسلحة.